السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير وتكونوا كلكم طيبين. اليوم حنقدم كيكة غير كيكة كده غريبة، يعني حارة على باردة على شوكولاتة كده سايحة، وأنا حسيح معاها. حنجيب بولة حنحط فيها 5 حبات بيض، هنحط عليها 1 كوب سكر، هنحط شوية فانيليا وهنقلبهم. أنا ما أحب أستخدم الكهربائي، بسرعة بسرعة باليد. هنحط 1 كوب حليب، 1 كوب إلا ربع زيت، ربع كوب كاكاو خام، وهذا لعشاق القهوة هنحط قهوة ملعقة صغيرة، وكمان شوية نسكافيه عشان كده تعطي طعم حلو، يعني حوالي 1/2 ملعقة كبيرة. وحنقلب تمام. اوكي، هنحط الدقيق بالتدريج. بسم الله. هنحط باقي الكمية، ولا تنسوا البيكنج باودر 1 ملعقة كبيرة، ونقلب تمام. هنحط حوالي 1 ملعقة كبيرة خل عشان تكون منفوشة وتكون هشة كده وجميلة. كده الكيكة حقتنا جاهزة. هنجيب صينية هنحط فيها زيت وندهنها ونوزعها بالفرشة بهذا الشكل. كيكة جدا سهلة وبسيطة، أي أحد يقدر يسويها، أهم حاجة يمشي على الخطوات. كل شيء تقدروا تزودوا وتنقصوا فيه إلا الحلى، لازم تتبعوا الخطوات والمقادير. أنا أبغى بهذه الطريقة، شايفين السمك حقتها كيف؟ كده كيكتنا جاهزة، هندخلها على درجة حرارة 170 لمدة 1/2 ساعة على الرف اللي في النص. دحين هنسوي الكريمة حقتها. هنجيب بولة ونحط فيها حوالي 1/4 كيلو دريم ويب أو كريم شانتي تقولوا زي كده عليه. أوكي، هنحط فيها 2 علبة قشطة. تمام، هنحط برضو قهوة، يعني عشاق القهوة حيفرحوا مرة بهذه الوصفة. هنحط برضو شوية نسكافيه على حسب الرغبة. طيب، وهنحط 1/4 كوب كاكاو خام، ودحين هنحط حليب بالتدريج إلين يثقل معانا. شايفين كيف؟ هنقلب تمام تمام إلين نشوف يحتاج ولا لا. طبعا هو لسه هنا يحتاج لسه. دحين نحن جبنا بولة حطينا فيها شوكولاتة شوكليت شيبس، سيحناها في الميكرويف. اللي ما عنده يقدر يعمل لها حمام بخار، طبعا يحط قدر فيه موية ويحط فيه الشوكولاتة، فيكون في صحن زي كده حتسيح معاكم. تقدروا تحطوا شوكولاتة دارك، تقدروا تحطوا أي نوع شوكولاتة تبغوه اللي تفضلوه. بعد لما تسيح الشوكولاتة حنحطها زي كده عشان تعطي طعم حلو، وحنقلبها بهذه الطريقة. بعد لما الكيكة طلعت معانا وبردت هنسوي بهذه الطريقة، هنسوي ثقوب عشان هنحط. تقدروا تحطوا حليب، تقدروا تحطوا نسكافيه، تقدروا تحطوا قهوة، بس أنا قلت كفاية كده قهوة. هنحط حليب دحين، يعني حوالي 1/2 كوب عشان بس تكون لينة. بسم الله، بس كده. دحين هننزل الخليط كله وحنوزعها بهذا الشكل. متحمسة مرة مرة متحمسة للكيكة، لأنه حنحط دحين عليها حاجات كده حلوة وجميلة. حنقطعها. بسم الله،
عارفين هذا ميكس كده غريب، شوكولاتة سايحة، آيس كريم بارد، والكيكة حارة، شيء كده يجنن. شوفوا كيف أنا مرة متحمسة متحمسة. تجنن تجنن، لازم تجربوها. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.